أهلا بحضراتكم في فقرتنا الأسبوعية طريق الخير ومسار الخير. دايما بنحاول نقرب ما بين حضراتكم وما بين السبل اللي ممكن يكون فيها الخير ناس بتقدمه وناس بتعمله. ودايما بنقول إنه الخير أنت بتاخد ثوابه قبل حتى اللي بياخد منك العطاء أو الصدقة أو الإنفاق اللي أنت بتعمله. خلونا نرحب بضيفنا في هذه الفقرة دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا، عزكم الله. التجارة مع الله يا دكتور، ناس كتير جدا ممكن ما يبقوش مستوعبين أبعادها. نعم. إنه لما بيبقى داخل في تجارة مثلا فهي بملامح وصفات التجارة اللي في الدنيا، أعتقد المسألة مختلفة شوية. نعم. يعني لو تكلمنا عن هذا المفهوم، إزاي إن الإنسان يتاجر مع الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التجارة مع الله تبارك وتعالى هي أعظم التجارات على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى في التجارة إحنا دايما بنبقى محتاجين إن واحد يكون ليه شريك، علشان ممكن واحد بالخبرة والتاني برأس المال عشان تحقق هذه التجارة ربح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ريحنا من هذا الأمر في بعض التجارات، مثلا جعل لنا الأرض مهادا وجعل فيها أنهارا وسبلا وأنزل من السماء ماء وجاب لنا الزراعة وقال لنا يلا تجروا معايا بالزراعة. أطعموا على سبيل المثال بالضبط، أطعموا الناس واسقوا الناس، أنت مش هتعمل حاجة، أنا شريك ليك أيها العبد. أنت تزرع، تضع البذرة في الأرض واترك لي الأمر، أنا الذي سوف يعني أنا الذي سوف أنميها لك وأكبرها لك وأعطيها لك، وبعد ذلك كل المال ده وكل الرزق اللي هيطلع ده أنت هتطعم بيه الفقير وهتاكل منه وهترزق وتجارتك هتزيد وفتحت لك مجالات كتير في الأرض. صحيح. مش مطلوب منك إلا إنك تغرز الغرس فقط. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ازرع حط وسيبني أنا وأعمل لك حاجة واحدة بس اللي أنت هتقوم بها أيها العبد، أنك سوف تحرف هذا الحرف وتأتي بالطعام وتأتي بالتجارة والشراب وتزيد ويزيد ملكك. وبس أنا عايز أقول لك يا عبدي إحنا هنتشارك مع بعض، وآتوا حقه يوم حصاده. وإنت بتحصد ادي للفقير حقه وخد أنت كمان، والجزء الثالث دوت ابني بيه ولادك وحياتك ومستقبلك. عايزك يا عبدي لما التاجر تكون أمين معايا علشان أنمي لك هذا الرزق. ده بالنسبة للتجارة في الرزق مع الله سبحانه وتعالى في الزراعة. انت انوي ان انت تعمل عمل ومشروع وابدأ كده وقول يا رب وشوف ربنا هيعمل معاك ايه، هيجيب لك ناس علشان تساعدك، ناس علشان تقف معاك علشان تبني وتنمو كل التجارات. وهو ده الحال في الكل. انت اصلح حالك مع رب العالمين واسأل الله بإخلاص من يجيب المضطر اذا دعاه. دايما يكون دعائك لله وانت مضطر وانت طالب للامر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لحبيبه المصطفى في القرآن سورة الأمثال الآية رقم 9: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن لا يستجيب الله إلا للمضطر والمستجير والمستغيث حتى يعطيه من الخير وتملأ الأرض بعد ذلك بركات ونعيش فيها بكل حب بعيدا عن كل كراهية. طيب يا دكتور، أحيانا بيبقى بعض الناس عندهم حيرة في وجه الإنفاق. نعم. في وجه من الوجوه بيبقى أولى، يعني مثلا تقريبا الماء. نعم. إنك تسقي. نعم. إنسان بتهالي ده بيفضل كثير من وجوه الخير الأخرى. طبعا سقي الماء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن عبادة كان من ملوك الخزرج، كان من ملوك المدينة المنورة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي يا رسول الله، فما أفضل الصدقة؟ فأفضل الصدقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. المجتمع اللي احنا فيه ممكن يكون الميه فيه قليله، فافضل شيء ان تسقي الماء. اصل انت بتشرب والميه بعد ما بتشربها بالناس بتاخدها تطبخ بيها. وسيدنا موسى في خطابه مع رب العالمين يقول: يا رب قرات في الالواح عن امه اذا طعموا قالوا بسم الله، واذا استقر الطعام في امعائهم قالوا الحمد لله، فغفرت لهم يا رب العالمين، يا رب اجعلها امتي، قال: لا يا موسى،
هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت لما بتعمل حفر بير أو بتعمل المية بتوصلها للناس فيأكلوا ويشربوا في الأيام اللي احنا فيها إذا كان صيف أو شتاء، فاعلم أنك تطعم وتسقي من فضل الله تبارك وتعالى. طيب احنا من المبادرات الأساسية في البر والتقوى حفر القبر. احنا معنا تقرير، خلينا نشوفه الأول وبعدين نعلق عليه. شوف التقرير ده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد اللقاء، ولكن في حفر الآبار اليوم أمر جديد. إنه بئر يسمى في منطقة بئر الأرحام، بئر يجمع بين القبائل في منطقة كلها قبائل، كل قبيلة لحالها، ولكن جاءت هذه الماء لتجمع هؤلاء الناس من تلك القبائل ليشرب الجميع. فالماء جاءت بردا وسلاما على صاحبها حينما يحفرها، جاءت سقيا له من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلتقي بالنبي على الحوض يوم القيامة. هذه الآبار جمعت الحيوانات، جمعت الطيور، جمعت بني آدم، كل هؤلاء الناس أطفال وكبار، الجميع، الجميع يشربون، الجميع يستمتعون، الجميع يسمون ويحمدون الله تبارك وتعالى. إذن كل عمل نقوم به من حفر آبار أو توصيل مياه أو أي فعل يرضي الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجازيك عليه، لا تضيع صدقة. الله تبارك وتعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أنت تقدم لنفسك، أنت لا تقدم لغيرك. أسرعوا، أسرعوا بالوصول إلى رحمة من الله، إلى رضا ورضوان من رب الأرض والسماء. يجب أن نحتفل وأن نكون على يقين وعلى قدر عظيم، لأننا سوف نقف تحت لواء المصطفى يوم القيامة. الكل يجب أن يفخر بالعمل الصالح الذي لا ينقطع. أفضل العمل أدومه وإن قل، ولكن لا تقطع عملا صالحا، لأن الله يحب أن يطلع على أعمالك كل يوم فيجد فيه خير وصدقة وحسنات. من اهم المبادرات. نعم. الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك العمل الصالح بيبقى قصته عامله ازاي. العمل الصالح، الارواح قد انتقلت الى رب العالمين، واحنا كلنا في الدنيا بنتذكر ابانا واخونا وامنا، اي حد من الذين سبقونا. الارواح في معسكراتهم، حينما نفعل الخير او نحفر قبر الاب او الام او نعمل اي صدقه جاريه، فجأة الملائكة المقيمة على هذا المعسكر في الأرواح تاخد الروح وترتفع بها درجة أعلى في عليين. فكل الأرواح في المعسكر يقولوا: ماذا حدث؟ أشفع لهم نبي؟ أشفع لهم ولي؟ فتقول الملائكة: لا، لقد قام ولدهم بعمل صالح لهم فحفر بئرا. فالروح هنا روح المتوفى بترتقي فتفرح، لأن هم هناك يعلمون ولا يعملون، ونحن هنا نعمل ولا نعلم، نعلمش حاجة خالص خالص. فهم حتى إذا أتى أحد فيهم في الرؤية في المنام بيوصف حاله إن كان في سعادة أو لا، أو يعكس سعادة أو حزن. طبيعة البير أحيانا بيبقى لأنه البير ده ليه قصة، أنت مسميه بئر الأرحام. نعم، بئر الأرحام. إحنا بنروح قرى، القرى دي يمكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر حال كل من هناك، وأن الناس تحب بعض. الجيران هناك في بعض القرى، في بعض الأماكن مش هنقول فين، في قبائل عايشين في المكان ده. فإحنا جمعية البر والتقوى قالت إحنا هنعمل زي ما بيقولوا عصفورين بحجر واحد. إحنا مدينا مية من مسافة 10 كيلو متر من تحت الأرض علشان نعمل هذا البئر مية حلوة ونرفعه
في هذا المكان. البير زي ما احنا شايفين ما شاء الله كبير ويكفي لقرية وقريتين، ولكن عملناه في المكان ده حتى يأتي أهل القرى أو أهل القرية اللي هم بيكرهوا بعض، اللي ما بيحبوش بعض، اللي كل واحد لو شاف واحد بيعمل مية أو مكان يقوله لو ما عملتليش في المكان ده أنا ممكن أعمل فيه كذا وكذا. خدت بال حضرتك؟ فراحت جمعية البر والتقوى وأنشأنا هذا في وسط القرية، فأصبحت الأرحام تتأتى، الناس من كل قبيلة، يعني في بقى في ائتلاف ما بين الناس، يعني بقى خلاص في حوالي 10 أو 12 حنفية، ممكن ده من قبيلة فلان يجي يملى مية وده من قبيلة فلان، خلاص الحساسية دي اتشالت، يتألفوا. أيوة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مين أتقانا؟ الذي حفر البئر. يبقى مين اللي احنا لازم نكون خلفه؟ الذي حفر البئر، ندعو الله له تبارك وتعالى. فهو ده سر المياه، هي الحياة، أساس الحياة، سند الحياة. طب برضو على نفس الخط، يمكن بدأنا الحوار بهذا الكلام على مسألة التجارة مع الله فيما يخرج من الأرض، من الزراعة. وفي المشروع برضو أو واحدة من مبادراتكم الأساسية اللي هي مزرعة البر والتقوى. احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى ما تيجي نشوف التقرير الأول، تعالى بينا نشوف إن شاء الله. خلونا نشوف التقرير ده عن مزرعة البر والتقوى وبعدين نرجع نكمل. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. الزراعة والغراسة إحدى الركائز الاقتصادية المهمة جدا لأي شعب يطمح في التقدم والازدهار وزيادة الدخل الوطني والاكتفاء الغذائي الذاتي. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسخير نعمة يجب علينا أن نشكرها، وشكرها يكون بعدم تلويثها وبعدم إتلافها لتبقى كما أرادها الله عز وجل، صالحة للزراعة والغراسة والاستغلال، ومن أجل أن ننفع الناس. احنا دايما بنكلمكم واحنا في التلفزيون عن مزارع جمعية البر والتقوى. انا واقف دلوقتي في مزرعة من مزارع جمعية البر والتقوى، 50 فدان زروع نخيل اشجار الزيتون الجميل، فيها احواض سمكية، شيء مشرف وعظيم وعلى ارض الواقع، وانا فيها الان احدثكم لتعلموا ان هذه الجمعية تفعل ما تقول. بادروا بالمشاركة واجعلها صدقة جارية لك ولأولادك في حياتك وبعد مماتك. تقبل الله منا ومنكم. المزرعة برضو مزرعة البر والتقوى موال كبير، حاجة كبيرة. نعم. يعني التقرير ده يمكن أنا عايز أقول لحضرتك، يعني يمكن سأل المشاهدين هيحبوا كمان يشوفوا إعادة الحلقة ويشوفوا التقرير ده مرة تانية. أنا عايز أقول لحضرتك 50 فدان، إحنا لم نتحدث عن شق واحد فقط بالنسبة للزراعة لشيء معين. عايز أتكلم الأول ابتداء، السادة المشاهدين لما شافوا النخيل ما شاء الله ارتفع النخيل عن الأرض مسافة حوالي 60 سنتي أو نص متر وبدأ يثمر. اللي السر في هذه الجمعية أن أصل في هذه المزرعة، أن أصلا هذه المزرعة كانت ميراث لعدة إخوة
من أبيهم وباعوها لله تبارك وتعالى. فخدتها جمعية البر والتقوى وبقت مزرعة البر والتقوى، بقت نوال بالضبط. فكل الخير اللي موجود أنا عايز أقول لحضرتك من فضل الله تبارك وتعالى في زيادة غير عادية من فضل الله. إن كانت هذه 50 فدان فالطرح بتاعها بيكون حوالي 100 فدان لأنها بيعت لله. بالضبط، بيعت لله تبارك وتعالى. عايز أقول إن الثمار اللي احنا شفناها ثمار شتوية وصيفية. يعني لو أنا شفت النخيل، النخيل لو جينا في فترة الشتاء بيتوقف عن الإثمار، إذا يبقى في أمر تاني أدور أنا على فاكهة الشتاء. فأنا عندي برتقال، عندي فواكه، عندي أنواع كثيرة من الفواكه، عندي طول العام في عندي مزارع سمكية، عندي بزرع صيف وشتاء. ال50 فدان لا يتوقفوا تماما، ما يكونوش واقفين على صنف واحد فقط من الزراعة. ايه اللي مطلوب من الـ يعني السادة اللي هم المنفقين اهل الخير؟ انا بقول ان احنا دلوقتي فيما يتعلق بالمزرعة، بالضبط، احنا دلوقتي في موسم بعض الزراعات اللي موجودة الحمد لله تم الحصاد والناس اكلت وشربت واتباعت الحاجات دي واتاخد علشان تصرف على يتامى وعلى فقراء ومساكين وادوية في اكثر من مكان حتى يكون الاكتفاء ذاتي، بل بالعكس هناك فائض ان احنا نزرع اكتر. احنا عندنا الجمعية احنا برضو مش عايزين نجور على جيراننا، فعايزين نعمل سور بحيث ان ايه اموال الناس دي امانات، فحد ما يجورش ويجي ياخد من هذه الزراعات، فاحنا عايزين سور. طب ايه كمان؟ عايزين الارض زي ما احنا شايفين ان في اماكن لم تنبت بعد او لسه ما فيش حصل فيها انبات. فاحنا عايزين نخيل، عايزين ناس تتبرع زي ما في ناس تبرعت بمزارع زيتون، في ناس تبرعت بنخيل. عايزين نزود هذا الغرس باذن الله تبارك وتعالى من النخيل ومن انواع مختلفه من المزروعات، حتى تظل هذه المزرعه من فضل الله في نماء. وبنقول ان احنا عايزين الناس اللي حوالين مننا اللي هم اصحاب الاراضي الاخرى عندهم النيه ان هم يبيعوا الارض بتاعتهم لله تبارك وتعالى فتزداد الثمار. عايزين نقول يا جماعه ثمار هذه الارض طيبه مباركة فيها باذن الله تبارك وتعالى، محتاجين ان احنا نزود. في قصه لطيفه قوي داخل هذه المزرعه، مزرعه سمكيه. احنا ما كانش عندنا اصلا ميه لهذه المزرعه، وجبنا مواسير مسافة 3 كيلو متر علشان نخزن مية للمزرعة. فقلنا بدل ما نخزن في هذه الأحواض وتبقى المية للمزرعة، فما تيجي نعمل المزارع السمكية. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى ما فيش يعني أقل حاجة أو أقل فكرة بتكون موجودة نقدر إن احنا كجمعية البر والتقوى تحاول تستثمر ده. طب المية كتيرة قوي لما بتخلص دورة السمك وعايزين نعمل دورة جديدة، المية الكتيرة دي نعمل بيها ايه؟ نسقي بيها الأرض ونمد المحطة التغذية المياه من فضل ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمل إعادة للدورة. والمية اللي موجودة بتاعت الأسماك دي معروف إن هي مية صالحة للأرض، خصبة إن هي تزيد من فضل الله رب العالمين من خصوبة الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى. الأول إنه العطاء يبقى عامل إزاي أو الإنفاق يبقى عامل إزاي؟ يعني المزرعة، يعني انت قلت انه في ناس تبرعت بنخيل. نعم. يعني شكل الاشكال اللي الناس ممكن تساهم بيه. نعم، بنتصل بال 19038 جمعية البر والتقوى لمن اراد ان يغرس نخلة، بيجي له مندوب علشان ياخد ثمن النخله، بيكون عايز يدفع فلوس علشان اطعام السمك، فتمام مفيش مشكله. عايز الجمعيه تشتري حاجات علشان تخصب الارض علشان كذا، عايزين نعمل السور اللي حوالين الجمعيه عشان عشان ما حدش يدخل ياخد من المزرعه او ان احنا نجور عليها. دي كلها اشكال واوجه للمساهمه. نعم. عايز اقول ان احنا عاملين محطات للميه للرفع وكذا وكذا وكذا، كل ده عايز تطوير، كل دوت عايز امداد للزراعه. ال50 فدان ما شاء الله كم كبير جدا جدا من الارض. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل. وانا اقول واقول لكل منفق في الأرض، أقول له أنفق وزرع وغراسك هذا سوف تراه عند رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى كتير قوي إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك دايما دكتور مصطفى طحلة المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى، كنت معانا في مسار الخير النهاردة، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله.